السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البطارية الكهربائية جزء مهم جدا من أجزاء المولد الكهربي، ولابد من صيانتها بالشكل السليم. علشان كده جايب لكم في الفيديو ده ملفين عبارة عن صفحتين. الصفحة الأولانية إجراءات الصيانة يا جماعة بتاع البطارية الكهربائية، بتبدأ بالتحذيرات، تعليمات مهمة جدا، وبعد كده بيوصف البطارية من جوه عاملة ازاي، والحمض مكوناته ايه بالظبط، طبعا المخفف بالماء المقطر ونسبته قد ايه، وبعد كده بيقول لك على المحاليل والنسب بتاعتها اللي ممكن تستخدمها في صيانة او نظافة العلبة او الصندوق الخارجي للبطارية، وطبعا تشطيف البطارية بالماء النقي، وطبعا التعليمات المهمة جدا من ربط الوصلات و الأجزاء بتاع الوصلات تفضل نظيفة وصنفرة الأطراف والكلام ده كله. ده الملف الأولاني. الملف الثاني بقى بيكلمك على فك وتركيب البطارية، الإجراءات اللي هتعملها عشان تفك وتركب البطارية، وبرضو في الآخر بيكلمك على مستويات سائل البطارية، طبعا المستويات المخفضة والموصى بيها والقصوى، وتعليمات مهمة جدا يا جماعة. أنصحك إن أنت تقتني الملفين دول، هيفيدوك جدا في اجراءات صيانه البطاريه الكهربائيه. طيب هتحمل الصفحتين دول ازاي؟ طبعا انا ضغطت الصفحتين في ملف مضغوط كده ورفعتهم على جوجل درايف، وادي الرابط بتاعهم اهوت. حضرتك اول ما هتضغط على الرابط اللي موجود في صندوق الوصف هتفتح الصفحه اللي قدامك ديت، هتضغط على تنزيل وتنزل الملف بكل سهوله. في النهايه ما تنساش الاعجاب، عايزين نوصل الفيديو ده ل 100 اعجاب. ولو أول مرة تتفرج على القناة اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو ده، وشارك الفيديو علشان يوصل لناس كتيرة، ولو ليك أي تعليق سيبه في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.